مشغولين يا عم؟ العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. اتركوا كل شيء على جنب وتعالوا حضرونا، لانه ضيفتنا لهالحلقه كثير مميزه. حابين تعرفوا مين هي؟ مشوا نشوفها سوا. اهلا وسهلا بالمسي كارلا بودكاست. كيفي؟ بونجور، ميرسي، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. نحن شفناك بسكرتيره البابا بدور كثير مهضوم، وعن جد بنهنيك على الدور المهضوم الكوميك. ميرسي. بزيت الوقت كثير ملفت للنظر. شو بتخبرينا عن هالدور؟ هو دور شوي غريب وانا كثير حبيته. واول شيء بشكر دائما ابراهيم العشلي صديقي، و يعني انا كثير بحترمه وبحب عمله اكيد، وكلنا تربينا على اعمال ابراهيم العشلي، فاعطاني هالتشانس انه العب دور جميله، وركبنا الكاركتر تقريبا سوا، صرنا ناخذ ونعطي مع بعضنا، وكثير كان يعني الناس كثير حبوه. يعني هلا بتشوف الناس على الطريق، اولاد صغار اكثر شيء بيركضوا وراي بيعيطوا لي طعم جميل طعم جميل. هي يعني اسلب شيء، عرفت، السوبر ماركت، المحلات مطرح ما في اطفال. فدور كان جديد من نوعه، اكيد اول مره انا بلعب دور هيك، وما بيعرض علي كثير ادوار كوميديه بعيده عن التهريج، فمشان هيك بس ابراهيم يعرض علي شغله كثير يعني بكون من دفعه لإلها. قديش كارلا بطرس تشبه جميلة؟ ايه بتشبهها، بس مش لما بصير بدي بعد الزوج عن مرته واولاده، وعرفتي كيف؟ بس بتشبهها بالفطرة، بالنكتة، بالإمعجقة يعني. حيوية كثير. ايه. كارلا، نحن بنعرف كثير ناس بدومين الفن يعني انجبروا يضحوا بحياتهم الزوجية كرمال الفن. يا ترى أنت من الناس اللي بيضحوا بحياتهم الزوجية كرمال الفن؟ لا اكيد لا، لانه اكيد فني كثير مهم، بس جوزي وعائلتي كمان مهمين اكثر. فطالما انت متفقه انت وزوجك من الاول انه انت رح تكوني فنانه ورح هو بيوثق فيكي وعندك شخصيتك، فليش ما بدك تكفي يعني؟ شو بتخبرينا في شغله مهضومه صارت معك؟ بتعرفي بيصير اشياء اوقات على البلاتو انت عم تصوري، بيطلعوا هيك نهفات مهضومين بوقتهم. رح خبرك شغله، في مره ببعض الدو يعني باحد الادوار مع ابراهيم لازم اعمل شاب. ليه؟ لانه مرته بتغار من السكرتيره، فقالت له جيب سكرتير شاب. قمت انا نهار التصوير جبت بيريك رجالي وشوارب ولبست طقم من عند جوزي وبوط وعاده وكرافات وكل شيء، وفتت انا على البلاتو. هلا في المخرج وفي ابراهيم وفي بعض الكومبارس يعني والممثلين، فتت انا هيك صرت ظبط كرافاتي وهيك، هن يطلعوا انه مين هيدا الممثل، انه شو هالدور هيدا، عن جد مش شايفيني، ما عرفوني، لان انا ما عملت قبل، ما فرجيتهم كيف رح اكون. فقلت لهم بعمل لكم سربرايز. ف شو كان ردة فعل؟ هيك انا قلت له لابراهيم مثلا انه طب اي ساعه التصوير خلصونا، عرفتي، صرت عم خانق، وانه منو هيدا الممثل عم يتفلسف علي، صار يقول ابراهيم منو هيدا، ما انتبه يعني على شيء، خمس دقائق سلبت عليه. اخر شيء طلعت فيه قلت له ما عرفتني انا جميله. يعني كثير الحقيقه ما عرفني قد ما الديجيزمو كان ظابط يعني. كارلا، لو ما كنت فنانه شو كنت بتختاري تكوني؟ بحب عده مهن، بحب هندسه الديكور كثير، بحب مثلا يكون عندي جاليري او تصميم ازياء،
يعني هو بعدنا شوي بفن بس له علاقه بالذوق كثير بس انه بحب تصميم ديكور او تصميم ازياء او معلمه كنت انا وصغيره كنت احب اعمل معلمه انجليزي للصفوف الابتدائيه ميرسي كارلا طالما انت عم تحكي عن المهن اللي انت بتحبيهم شو رايك تشوفي المشاهدين شو قرروا مهن لإلك؟ اعطيوني مهن ايه انه شو بيلبق لي اوكي نحن عملنا ريبورتاجات معهم قبل ما نجي لعندك لهون وسالناهم انه في حال ما كنت انت ممثله اي مهنه بيختاروا لي خلينا نشوف الريبورتاجات سوا اوكي اوكي بتعرفيها لكارلا بطرس؟ ايه نعم في حال ما كنت عم بتمثل اي مهنه تختاري لها؟ واللي هي مهضومه وحلوه ممكن اختار له محل حلويات رقاصة يمكن او شيء او تبيع كعك او شيء تكون مطربه عارضة ازياء انا بفضلها تعمل مكياج مهضومه يعني شو سكوت حلوه بتطلع بمحل شيء بتبيع شيء كارلا شو رايك بالمهن اللي شفتيهم؟ مهضومين كثير حلوين ويعني بيشبهوني شوي وبعدين الناس هيك كثير بيجاوبوا بطريقه عفويه ومهضومه يعني طيب اي مهنه لفتت لك نظرك؟ يعني مهضومين كلهم لفتوا لي نظري بس في وحده سبيسيال هي قصه التياب بتعرفي انا اشتغلت كثير بعض الازياء على سنين يعني وبحب كثير التياب نساء رجال لبق الوان كذا سرعات بحب هيك اشياء طيب شو رايك ناخذك هلا على شي محل وانت تبيعي تياب؟ باردون في ما فهمت يعني يعني ناخذك على شي محل هلا وانت تجربي تلبسي العالم وتبيعي لهم ثياب سوري ما فهمت يعني هلا عم تمزحي ولا لا ما بتعرفي اسم البروجرام بلا مزح عم بحكيكي جد بلا مزح تفرجينا شطارتك يعني انت عم تبيعي ثياب هلا شاطره بالتمثيل خلينا نشوفك بمحل ثياب كيف هلا يعني اليوم نحن رح نأمن لك المحل والباقي عليكي ما بعرف شو رأيك عم بيصوروا؟ ايه عم بيصوروا طيب اوكي شو بعرفني يلا مجرب بس ان شاء الله بيع ثياب منيح ما بعرف ما بعرف اذا بعرف بيع ثياب يعني بعرف لبقه ان شاء الله نحن اكيدين انه رح تكوني شاطره ان شاء الله خلينا نشوف كارلا بطرس بيعه ثياب يلا بونجور اهلا وسهلا في عندي بنطلون اسود بدي لبق له هيك شو عم يكون حلو لإله سودا تكون كمان سودا؟ سودا بس اسود على اسود مش كثير في عندي مناسبة خاصة لازم تكون قميص سودا عزا يعني؟ عزا بس مش حلو اسود مع اسود بعطيك شيء هيك بيشبه شوي اذا بدي اجيبها كحلة يكون لغير مناسبة هلا هي حلوة قصدي كيف؟ بس بدي اياها مشان العزا بس ما الشباب ما بيلبسوا اسود النسوان بيلبسوا اسود طيب طيب ما عجبتك بخرجك غير مش لحظه رح اجيب لك وحده بتاخذ العقل اوكي دقيقه بشرفك ليك هاي مع بنطلون اسود بتفوت على العزا بتلفت نظر الكل بشرفك مش حلوه لك قيسه قيسه يعني اليوم ولا عم تستلميني ولا شو انا دموزيل بحب الشاب يكون لابس حلو سودا اعملي معروف طيب يا خيي طيب لقيت وحده سودا سودا دوموزيل كعخت الاسود بدي اياها سودا 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 قميص ليك لحظه 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 شو ليش عم تقلي التهذيب معي شو هيدي مسبيله ما بعرف شو شو بتسلق بتسلميني عم لك بدي قميص سودا لازم تحترمني انا دوموزيل محترم كيف بتقلي هيك يعني طيب جيبي لي قميص سودا ما بدي اجيب لك قميص سودا الله يطولك يا روح وين سحب المحل يا خيي شو بدك تسحب المحل انا سحبت المحل هلا هاي بنظرك قميص سودا جبت لي اياها لعزا طيب تنقول هاي مش سودا خي هاي سودا ها منيحه هاي سودا ايه منيحه سودا حل عني سودا هاي زي خلص بدي اشتري عندكم محل طيب الشون من المحل هون ما بعرف اجي يلا ما تشكري شو بدك يا خي شو بدك فيه صاحب المحل وين شو بدك فيه انا صاحب المحل انا صاحب المحل وينو صاحب المحل هي ما خصك فل مات قتل خلينا نروح ما بدك نروح طب روح طول بالك طول بالك طول بالك ما بدي ما بدي افهمك من هون ما بدي اشتري خلي ما تشتري روح برنامج بلا مزح يمكن بالسلك بلا مزح بلا عتب بلا مزح بلا عتب بلا مزح بلا عتب
بونجور. اهلا وسهلا. الحمد لله. كيف في مساعدة؟ كيف بدي شيء يا قميص يا تي شيرت خج يعني بي رجال عمره شيء بالسبعين 75 سنة. شيء يعني شوي عجان يعني. لا مش على عجان، انا شيء هيك خرج رجال كبير بالعمر. مش كثير كبير 75 كثير. لا ابدا لا كثير كثير كبرتيه. هيدي ايطاليان جديده لكن مالها سرعه. شوفي شوفي الموتيف تحت شو حلو وعلى القبه. ها هيدي كثير بس كثير دارسه. سوري ليه عم تسالي يعني؟ لا بس عم بسال يعني بدي اسال لك ما كون ضيقت شيء يعني او هيك. لا بس بدي اسال لك انا بالمصلحه. يعني صار لي شي خمس سنين. خمس سنين فوندوز معلي انا خمس سنين فوندوز عم بطلب شغله انا لعبن 75 سنه ليك الديزاين على الرقبه معلي يعني. انه انا قصدي لهذا يصير جان اكثر يعني. بس الله يخليكي فاجيني شيء لون كثير يكون رايق منه لون مفرقع ما له معروف. طيب طيب لحظه. ما عم شوف الوان قدامي هون. لقيت لك ليكي ما احلاها. زيتي بتجنن ما تقولي لي مانا مفرقعه يا حبيبتي. ليك سحبتها شو حلوين ماشي ما خرج الرجال عمره 75 سنه. خلص يا حبيبتي اعطيني هيدي بلبسها انا خلص. لا معلي ما تزعلي خلص خلص اعطيني اياها. طيب تنعتي تنعتي يعني انا بلبسها بعدين شو خلص. طيب ايه دموزيل لحظه لحظه بس سوري لو عم عذبك بس في هيدي دعايه المحل. نحن كل واحد بيشتري من عنا قطعه اذا فيك بس تلزقيها هون هيك بس تعملينا دعايه. ليه قليله انت معقوله تعمليني مثل اربع مجانين وبس بس ما بتلبق معها. ما هي حمراء حمراء وزرقاء بتلبق معها. لحظه لحظه يا مسيو بلزق لها اياها بتطلع حلوه كثير. لك معقوله حضرتك صاحب المحل يا اخي انا ما عم بفهم موزه. طب معقوله بدها تلزق كيس المحل انه بدي اشتري وبدي طب دعايه ولا معقوله بدي الزق كمان الكيس يعني هي بس حتى بالغساله بشيل التلزيقات بسيطه خلص بسيطه. طب ما عم بتصبر استنيني يلا بطرق اهلا اهلا وسهلا الحمد لله. كيف فيني اخدمكم؟ في مجال نشوف بنطلون للصبح؟ ايه تفضلوا. في كثير الوان في شيء معين؟ في شيء على ذوقي. انا؟ انا يعني انا بحب الكاكي. لا 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 نقي على ذوقك احسن. مفروض في الجرين كثير حلو حبيبي. الجرين؟ مش بطل اوكي. اوكي شو قياسها؟ 35. جرين حلو اوكي. اذا قميص يكون حلو تفضل تفضل هون. قميص حلو يا حبيبي عليه اوكي. كيف الصغير؟ تمام الحمد لله. اذا بتحبي من هونيك لهون في قمصان. طيب لكن عجبتك هاي؟ ايه بس هلا لا يطلع على السين. ايه بدي اعطيكي بس قياسه. لا ما عليه لا يطلع. اوكي فاين. محمود 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 سوري اجونا ممكن تشوفي لي اذا جوا؟ مسيو؟ أي مسيو؟ مسيو اللي عم يقيس البنطلون اللي أعطيتي البنطلون. لا ما في حدا ما أعطيت حدا بنطلون أنا. لك كيف ما أعطيتي حدا؟ ما هلا أعطيتي بنطلون لون جري وفات لجوا قياسه 35. لا سوري بس ما أعطيت حدا بنطلون أنا. ما كون مش أنا. أنا وياه من الباب وأعطيتي البنطلون كيف ما أعطيتي بنطلون؟ محمود؟ لحظة ما كون مش أنا اللي بعتك البنطلون. حضرتك يا شو عاملة أنا؟ لا برضه مش عم بقول عنها يعني بس انه هلا اعطيتي بنطلون فات لجوا. طيب هون تفضلي شوف ها في حدا؟ محمود؟ ما في حدا. وين هو مسيو هلا اللي كان هون؟ يي رجعت لي مسيو يا عمي شفتي بوجهي. ليكي ما تجننيني قاعدة انا وياه بالبيت ابن جيراننا جيت انا وياه واعطيتي بنطلون بتقولي لي ما اعطيتي. دوميزيل شو فرقاني معي انه ابن جيرانكم وجيتي معه؟ ليش ما في حدا ما في حدا هون؟ ما تجننيني كيف ما في حدا؟ ما تجننيني جوا شو وينو يعني؟ لا هيك شو بدك تجننيني يعني؟ لا في شي لا في شي لإلك في شي براسك لأنه ما في حدا طلع يي
يا جيسي شفتي حدا يا حبيبتي؟ اه لحق المحل. بتكون انت طلعتي للزلمة؟ اول شيء وطي صوتي. ما بدي وطي صوتي، جننتيني لانه جننتيني، شيء مش معقول يا حبيبتي. بركي انت شفتي بهي السيارة شو عملت؟ انا جيت انا وياه، كيف بدي اللي شفتي عارك السيارة وجيتوا فيها؟ انا شو ذنبي؟ لا جننتيني هيك مش معقول. رجعت له جننتيني يا مجنونة يا جيسي. حبيبتي سألي اجى حدا، اجى حدا فتت انا وياه وطيته البنطلون. رح بتجننوني، اختفى هالزلمة وما حدا بيعرف وينو. حلو يا عمي اي زلمه ترجع بتقول لي الزلمه ابن الجيران اللي راح تشتري معه مدري شو؟ شفتي يا جيسي؟ ايه ولا انا ايه يا حبيبي بترجع بتقول لي ابن الجيران؟ ايه اكيد ابن الجيران. يا محمود يمكن حل بيت انا. ايه محمود يا عمي ما في ابن الجيران. طيب اللي ساعه مصرخ محطتك. هاي محمود اللي برنامج بلا مزح الفنانه كارلا بطرس حابه تعمل معي برنامج بلا مزح. وليك ما تجننيني. بعد ما شفنا كارلا بطرس بياعة تياب، خلينا نشوف المقالب الجديدة لفريق بلا مزح. مرحبا، كيفك استاذ؟ بدي اعذر بشغلي لو سمحت. بدك ترفي لي هالجاكيت الله يخليك، ليك مخزوقة. ترفي لي الله يوفقك. ما المعروف. ظبط لي اياها هيك ومستعجل لو سمحت. هل ترفيني اياها شوي؟ خليك مثل ما انت. ما بيصير يعني. هادي معناتها ليك معناتها كلها رايحة. شو معناتها؟ قعدت حبيبي حلو، قعدت عيني يا ريت. وخيال مرحوم جدا الله يرحمه، عرفت كيف؟ ورتني تعيش الله يخليك. تعيش بس يا ريت بتصير. مترة صغيرة هيك وضبط لي مستعجل الله يخليك. يلا يلا لو بتصير تكرم عينك، ما بدي ضيع وقتي اذا بدي. للاسف خيي بس مترة صغيرة هيك ضربتين على الواقف. يلا بلش حبيبي يا عيني. ما المعروف يلا حبيبي يا عيني روحي. عم بقول لك لو بتصير تكرم عينك. ما بتصير بترجاك يعني؟ لا تترجاني. مش حضرتك خياط يا خيي؟ انا ماني خياط، انا اول شيء رتب، ثاني شيء الشغل اللي بيصير في منطقي، هيدا ما بيصير. هيدا للكب. لا يا خيي كيف للكب؟ طالما ورتينا من جدك عم بتقول بعتها لعن جدك وفتح على المصحف. يا ريحة جدة شم شوف شم 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 ولا بلوط هل عني بقى؟ عم لك ما بتصير، فاهم عربي؟ كيف بتقلي كبة يا خيي؟ فيها ريحة جدة يا خيي. روح حطها بالمتحف، عامل لك محل انتيكة لإلها. مش انتيكة يا خيي، طول بالك يا خيي، طول بالك. لا بدفش. طيب لا بدفش يا خيي ما بتصير. طب عرفتي قطعة ما بتصير، شو بعمل فيها؟ لحظة صغيرة، بدها مترة صغيرة بس هيك ولا؟ كون محل انت، شوف لك حاطيك قطعة وقديمة بتكبها؟ ببعتها على المتحف. طيب خيي اي متحف؟ معقول راسك هيك يعني؟ تسمح تطلع اذا خيي بترجاك خيي لو سمحت. خيي خلص حط ابري يلا ظبطها كيف بدك تظبطها، حط ابري هيك قلت لي اياها على ذوقك. جد فريد مع السلامه. خيي خيي لحظه لحظه صغير لحظه خيي ادمي واحترم حالك. خيي انا ادمي بس جاي لعندك عم بلمع بترجاك يا خيي. حبيبي بتقدر تعملها هون هيك؟ ايوه هيدي هون هيك تعملها. لا 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 ايه بدي فيه هيك عصابات خارج سهرة جلد او بتحب جلد سهرة؟ ما عندي مشكلة نشوف. اوكي في فرصة لي مثلا مع لا لا هذا اللون لا ما ما في حدا اوريجينال. لا لا بفضل شي هيك اوريجينال اكثر. اوريجينال لا ماشي منا كتير هيك مش مثل ما منا مفكرة يعني هيك راح تكون كتير رقيقة. ليكي هذا البنطلون شو رأيك؟ كتير حلو والكولار كتير دارج. هلا هافان هذا شايفتي هافان؟ شو لونه؟ أنا شايفته لون بني. ايه هو فيك تعتبريه بني، فيك تعتبريه أحمر، فيك تعتبريه اللي بدك اياه. في يعتبره مثل ما انا بدي يعني اسود، في يعتبره كمان بني اسود واحمر.
خيشه حلو. اي شيء طب ليكي اذا جبته مثلا هلا انا احمر شو بقدر البس سكربينه؟ سوداء حمراء. اه في في عندكم شي سكربينات حمر؟ لا في عندنا بوتينات بس مش حمراء. طب هيدا عندك تايكرات؟ مسفرية؟ هذا بيزبط عليك، هذا ترانسفيت. طب انا تاي كرات. ليه بتعطيني تاي ترانسفيت يعني ما عم بفهم. ما بدك تبيعي يعني ولا؟ انت ما بدك تشتري هلا. اذا بتحبي فرجيكي شيء على ذوقي مثلا في هذا الانصاب كثير حلو كثير بارد. فرجيني على ذوقك؟ بس ما بتصور انه على ذوقك يعني رح يطلع شيء كثير حلو يعني. اوكي. باين ثلاثي. بعتذر. ذوقي كثير احلى يمكن. بتصور هيك هلا شو انت مش عجبتك يعني ما عم بفهم انا انه كثير عم تتسائل وما فتت عم بدك تبيع ولا ما بدك تبيع خبريني بدك تبيع ولا ما بدك تشتري ولا ما بدك تشتري شو شايفه حبيبتي انت ما بعرف شايفه لكل فكره جاي اتسلى يعني لا ما انا جاي اتسلى حبيبتي بدي اشتري انا تفضل ايه بحب فايتك سوري ايه لا افضل شيء اوروبي لا انا فكرت انه مبينين مثل شبالي وين شي اوروبي هون؟ هون كله اوروبي اها هاي كثير حلوة هاي اوروبي؟ لا وثقة انت؟ انه لا هو جزء اوروبي بس اه يعني ما بتفهم شي بالي او شي مانا كثير مرتبة فرجيني ال مش مزبوطة مازال ما بعرف يعني انت بتحب هذا لا لحالي لا مالك مضطر مضطر غصب عنك تساعديني طب حبيبتي شو عم تقنعيني اوروبي وهن مبينين مرتين طب مرتين اختي ما تاخذي منه ليش ما بدي اخذ ما بدك تبيعي؟ انت عم تقولي مرتين هلا هي محلها هون وهي محلها ليك بتصور هيدي اذا حطيتيها على هيدي بتطلع اجمل من هيك ايه مزبوط شوفي هنا الذوق تفضلي اذا ما وصل اذا حبيبتي اسمعي اسمعي بدي احط هيدي هون هيك وهيدي هيك بس تفهم انا يا بدك تشتري يا بدك تزبطي المحل يا بدك تشتغلي هون انه انا عم بشتغل حي الله شغلي مش مشكلة عندي استعداد لكل شيء طيب اذا فيك تضبطي لكن على فراد لحالي هون بيكون والله مش عايش بك يعني يا دوما زين تعشفي 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 هات خبري خبري تعال طلع الكاميرا هونيك سوري رجالي بليز ها موجود اهلا سلام بونجور دي شي كنزي لون كحلي في لون كحلي شو القياس؟ اكس لارج في هيدا في ابي غير هالموديل يلا عندك هيك برون هيدا اللون شو بيقولوا له هاللون؟ رمادة لا ما بحب الرمادة ما بحب الرمادة شو في شيء غير؟ انت شو بتحب اذا بتحب؟ يعني كحلة اسود في عندك شيء بيج؟ حلو البيج فرجين بيج اسود بتلبق يعني على اثنين لا بفضل اذا في اسود بيكون احسن اسود سيدة عندي هيك رمادة اذا بدك قبطها كثير حلوة بس سنيكي ما في وحده هيك تكون انعام في عندي قبه زي اذا بدك هيك عم نسق لون اسود فهيدي حلوه مش بدها تديها بقبه تكون يعني في قبه زي لون اسود صار حل ليه حلو القبه الزي قبه الزي حي الله بدي اخلص ما تتعك زي قلت لي ما بتحب الزي مش شو بدك تشتري كنزه ولا لا طب اللي تحت قبتها منيحه لا اللي من هون قبتها منيحة هيدا قبتها منيحة مش هيدي هيدي الثانية ولو شو ما بتشوفي هيئتك؟ لا شو أنا بشوف بس إذا بتحب ما فرجيتيني عليها ما بدلني عليها شو دهن الغليظ مبين؟ نعم قلت لك اللي تحت مش اللي فوق فرجيتيني عليها
هيدي 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 هيا هي اللي فوق هيك. هذا اذا بتحب يا عمي مش هيدي هيدي اللي هون شو قصتك؟ انا ما قصدي شيء بس اذا بتحب تشتري فيك تشوف هيدي. شو جاي يلعب؟ لا جاي يشتري ما بدي اشتري على ذوقي. تفضل نقي وغلب هيدي ما عامل لك عم دلك عليها صار ساعه بدلك عليها وبتعطيني غيرها. تفضل لا مش هيدي بقصد هي اللي تحت من هون على اليمين هيدي ايه هيدي مصر هيدي قبتها غير هيديك شو فيها مبينه بتقرب تشوفها انت ما شايفها مبينه قبتها غير لا هيدي قبتها منيحه هيدي اعطيني اياها لشوف جيبيها لشوف تفضل يي قبتها مثل هيدي شو ما غشيمه مبين تعطيني اياها وهي حده ما سمعت شوفك هيك بليز كيف موصفيني كون غشيمه وبتعرف تبيعي ما هيدي مثل هيدي بس انا خلاص ما بقى بدي اشتغل وقفت شغل وزع عليك الكاميرا ولا قلبي ولا الكاميرا خلصت حلقتنا لليوم وعا تنسوا ما وعدنا معكم